بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في فيديو سابق عن سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه، وكان الفيديو بعنوان أعلام التصوف سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم عن بعض من كرامات سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه. ولسيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه كرامات وخوارق لا تدخل تحت حصر. فمنها أنه يوم ولادته سمع سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله به آمين، سمع هاتفا يقول: يا عبد القادر، ارفع رجلك عن أهل المغرب، فإن قطب المغرب ولد هذا اليوم. فسافر سيدي عبد القادر الجيلاني إلى جبل الأعلام بالمغرب حيث مولد سيدي عبد السلام بن مشيش، وأتى إلى أبيه سيدي مشيش وقال له: أخرج لي ولدك. فأخرج له أحد أولادي فقال له: ما هذا أريد؟ طبعا أخرج له أولاده كلهم وقال له: ما بقي إلا ولدا واحدا ولد هذا اليوم. فقال له سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه: علي به، فهذا الذي أريده. فأخرجه سيدي مشيش رضي الله عنه وأرضاه، فأخذه سيدي عبد القادر الجيلاني ومسح عليه ودعا له. ومن كرامته رضي الله عنه وأرضاه أيضا أنه إذا هل هلال شهر رمضان يمتنع عن ثدي أمه، فإذا أذن المغرب قاربه وارتضع منه. ويكفيك في فضله أنه أستاذ للأقطاب الثلاثة سيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أبو الحسن الشاذولي وسيدي أحمد البدوي. توفي رضي الله عنه وأرضاه شهيدا قتله ابن أبو الطواجن، ودفن بموضعه بجبل الأعلام بصغر تطوان، وبني عليه مقام وضريح وقبة صغيرة. ومقامه رضي الله عنه وأرضاه في المغرب كمقام الإمام الشافعي في مصر، ومقامه رضي الله عنه وأرضاه من أحد الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. ويقول القائل: أطلب بسر ابن مشيش ما تريد تناله وإن كان منك بعيد. اللهم انفعنا بمحبتي ومحبة الصالحين أجمعين، وصلى اللهم على سيدنا الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وبالله التوفيق. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.